على وقع الطبول أحيت الجبهة الديمقراطية ذكراها الخمسين، مستغلة هذه المناسبة للتأكيد على أهمية ترتيب البيت الفلسطيني ليصبح قادرا على مواجهة التحديات المختلفة. استعادة الوحدة هي المرتكز لاستعادة عوامل القوة لمواجهة كل التحديات التي تحصل بالمشروع الوطني الفلسطيني. آن الأوان لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة من خلال حكومة وحدة وطنية تحضر الانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفق التمثيل النسبي الكامل، والاتفاق على برنامج وطني مشترك واستراتيجية قادر على رفع كلفة الاحتلال دفاعا عن الشعب والثورة والوطن. فصائل أخرى حضرت وأكدت أن مثل هذه الذكرى يجب أن تشحذ الهمم في نفوس الفلسطينيين، وأن الوحدة الوطنية هي السبيل لمواجهة الاحتلال. نحن نبارك للجبهة الديمقراطية هذه الانطلاقة كرديف لأجل تحرير فلسطين على طريق خط المقاومة، ورسالتنا موجهة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني لنتوحد على خيار مقاومة حتى نجابه هذا الاحتلال، كما هي المعركة معركة بوابات الرحمة، باب الرحمة في القدس. حينما انتصر شعبنا نحن ننتصر بوحدتنا معاهدين شعبنا. أما المشاركون في إحياء الذكرى فطالبوا العالم أجمع بضرورة توجيه الأنظار نحو ما يحدث في قطاع غزة والقدس المحتلة، إضافة لإعلاء صوتهم في وجه المنقسمين بضرورة إنهاء الانقسام. نؤكد من هذا المهرجان على أهمية إنهاء حالة الانقسام الداخلي الموجودة منذ 12 عام، ونؤكد في هذا المهرجان على أهمية توحيد الصف الفلسطيني من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. كما نؤكد لجماهير شعبنا أننا سنبقى مستمرين في مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني حتى التحرير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة. يبيل ذهبي كما أسمته الجبهة الديمقراطية يعبر في طياته عن حجم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يحلم في يوم يتحرر فيه من الاحتلال. في كل مناسبة فلسطينية يحاول الفلسطينيون تثبيت بعض المفاهيم الداخلية والخارجية، وأبرزها ضرورة إنهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.